وأنا يومية تجيني تليفونات من عوائل يسألوني أن موضوع مولانا شنو هذا الآن، شنو اللي نشوي، إحنا عندنا مشاكل ابتلاء بالجن، وإحنا عندنا في بيوتنا جن، وعندنا عراك بسبب الجن، وعندنا 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 وعندنا. هذه المشكلة اللي جاي تثار يومية، أن فلان دخل في جسمه جن، فلان دخل في جسمها جن، فلان وفلان أفسد علاقتهم جن، خلى المرأة ما تميل إلى الرجل أو الرجل ما يميل إلى المرأة. هذا كلام لا نصيب له من الصحة. أنا ألفت نظركم، هذا الشعب شعب طيب، شعب طيب عند براءة وعند طيبة وعند تمسك بعقيدته. هالدجالين يشتغلوا، احذروا ذولا الدجالين، ذولا لا عندهم دين ولا عندهم خلق، وما يهمهم أن يحرقون الدنيا في سبيل أن يحصل لك كم فلس. نبالي شوي زين، اتقوا الله فيهم، هذولا هذولا أنقش من الخنازير والله. نبالي شوي زين، لأنه هذولا يلوثون أمة، يلوثون البيوت، البيوت، الأسر، المجتمع، يحولوه إلى مجتمع مملوء بالعقد وبالأمراض. بدلا من أن يطردوا الوهم، بدلا من أن يقولوا للناس أن هذا على فرض وجوده الله عز وجل جعل لنا موانع، لا، تعال أنت عندك هذا الجني وأنا ما أطلع منك إلا بأسلوبي الخاص، أكتب لك شيء معين، جيب فلوس، نعم، وجيب ما أدري شنو، وسياريت الأمر يختصر على الفلوس، وصلت للأعراض. أنت شايف هذولا؟ هذولا أناس لا غيرة ولا كرامة ولا دين ولا خلق، ما قعدهم شيء يمنعهم من هذا، نفوس شريرة مملوءة شر، احذروهم. فعليه اتنبهوا، الطيبة اللي عندكم لا تخلون ذولا يفسدوها ويستغلوها. ها؟ هذول يا ريت بهم خير ينهضون بمستوى الأمة خلقيا، يا ريت بهم خير يرفعوهم معنويا، ينشرون معارف عندهم. هم منين لهم معارف حتى ينشرون معارف؟ هم مجموعة جهلة، مجموعة دجالين، مهمتهم أن يعبثوا ويعيثوا. وأنا أستغرب والله منك، يا أنا أستغرب من السلطة كيف تسكت على ذولا. اي والله، يعني هذا هواية أخطر من الداء، من الوباء الجسدي. الوباء الجسدي احنا نهتم له ونوجد له أسباب مناعة ونجيب له مضادات، نعم، ليش هذا احنا ما نلقح الأفكار ضد هالأفكار هاي المخرفة، ضد هالأفكار اللي تعبث بطهر الأمة، ببراءة الأمة؟ شنو مدى علاقتهم بالإنس؟ يمكن امتزاجهم بالإنس أو ما يمكن امتزاجهم بالإنس؟ المعنى هذا أنا سبقا عالجته. الحقيقة إمكان امتزاجهم بالإنس لا، ما مرفوض، علميا مرفوض، والعلماء نصوا على أن مرفوض. وأحد الأدلة هذا أن الإنسان مخلوق من صلصال كالفخار وجان من مارد، يعني اكو اختلاف بين الماهيتين، هذا ما يصير، لان نوعين مختلفين، اصل هذا غير اصل هذا، مادة هذا غير مادة هذا، وسيأتينا خلال البحث هذا شنو يترتبوا عليه من اثار. زين، فاذا يمكن الامتزاج او لا، هذا الامتزاج الاختياري. اما الامتزاج القشري، يمكن أن يدخل جني في جسم إنسان؟ لا، المحققين من العلماء يقولون لا يمكن هذا أبدا، لأن ما يمكن جوهر يتحد بجوهر. شمارد أحطك في متاهة وأشرح لك فدارة فلسفية عريضة طويلة ما نشغل بها. المهم لا يمكن، حتى وإن كان عندما يعرفوه يقولون هو جسم شفاف هوائي لطيف قادر على التشكل، لكن يمكن أن يدخل في جسم إنسان؟ لا، ما يدخل في جسم إنسان. أكو طريقة للخلاص من هذا أو لا؟ طبعا عندنا الروايات تقول اللي يريد يحط له شد بينه وبين أن يبتلى بشيء من هذا، اللي يريد طريقة الخلاص شنو هي؟